بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة. على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه. بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل اكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وافضل شرح ممكن تشوفه على النت. لو تعرف حد في اولى او تانية او تالتة ثانوي او اولى او تانية او تالتة اعدادي لازم تبعت له القناة. بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها، وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده شباب، النهارده بنات، هنحل مع بعض افعال المقاربة والرجاء والشروع اللي هي كاد واخواتها، يعني من كتاب الامتحان اولى ثانوي دفعتنا اموره الجميله 2023. طبعا لو فاتك شرح الدرس ده على القناه احنا شرحناه على القناه. اكتب شرح، اكتب على اليوتيوب شرح كاد واخواتها محمد ماهر، هتلاقي الدرس طلع لك درس جميل جدا وبسيط. قال تعالى: عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. عايز اسم الفعل الناسخ. عسى الله، طبعا لفظ الجلاله مرفوع اهو، ده اسم ايه؟ اسم عسى. وان يكف ده خبر ايه؟ خبر عسى. بس كده، فالاجابه صادقه لفظ الجلاله الله. اذا المرء لم يغش الكريهه او شكت، او شكى ده فعل ماضي والتاء عليها سكون، دي اسمها تاء التانيث، دي لا محل لها من الاعراب كانها مش موجوده خالص. مهم، او شكت مين اللي او شكت؟ او شكت حبال الهوينة بالفتى ان تقطع. يا مين اللي او شكت يا جماعه؟ حبال الهوينة ده اسمه ايه يا عم الحاج؟ ده اسمه اسم او شكا. يبقى ركز معايا، ان تقطع ده اللي هو ان وبعدها فعل مضارع، ده اسمه خبر او شكا. انما دي هتبقى ايه يا عم الحاج؟ تبقى اسم او شكا. يبقى كلمه حبال هتبقى اسم ايه؟ اسم او شكا. نختار طبعا حبال. اخذت قضيه الامن الوطني تتصدر. طبعا اخذ فعل ماضي قبل على الفتح والتاء التانيث لما حل من الاعراب كانها مش موجوده. طيب اخذت مين اللي اخذت يا جماعه؟ قضيه الامن القومي بس. فالقضيه دي اعرابها ايه؟ اسم اخذ. طب فين الخبر؟ وتقف عليه الشروع دايما الخبر بتاعها بيكون جمله فعليه فعلها مضارع، فتقعد تدور عليها. اخذت قضيه الامن القومي مالها بقى؟ تتصدر. يبقى ده الخبر. فالاجابه الصح طبعا تبقى ايه يا جماعه؟ تبقى كلمه قضيه. ماشي. اوشكتم ان تبلغوا ماربكم. اوشك ده فعل ماضي، والتاء دي هي بقى الاسم ايه؟ اسم او شكا. التاء دي اسمها ضمير مبني في محل رفع ايه؟ في محل رفع اسم او شكا. طب ليه اخترنا التاء؟ اقول لك ليه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجه يا جماعه اسمها ضمائر الرفع، ارجع للحلقه عشان فيها الضمائر، حلقه مهمه جدا 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 لازم تتفرج عليها. في حاله الضمائر قلنا طبعا الضمير اللي هو التاء اللي عليها ضمه دي او فتحه دي اسمها التاء ايه يا عم الحاج؟ دي اسمها تاء الفاعل. فتاء الفاعل دي على حسب، لو اتصلت بكان واخواتها بتبقى اسم كان، اتصلت بكاد واخواتها تبقى اسم كاد، لو اتصلت بفعل عادي تبقى فاعل. فهنا قلت اوشكتم، بص الت عليها ايه؟ عليها ضمه، يبقى ضمير مبني في محل رفع ايه؟ في محل رفع اسم اوشك. وارجع للحلقه عشان فيها الضمائر. الواشي يكاد ان يقوض بناء المجتمع. الواشي عليها مبتدا، ويكاد ده فعل مضارع، والفاعل ضمير مسند تقديره هو، والجمله الفعليه في محل رفع ايه؟ محل رفع خبر. طيب ركز معايا تاني، الواشي مبتدا ويكاد دي خبر. طيب امسك يكاد دي لوحدها، يكاد ده فعل ماضي، كل فعل في اللغه العربيه لازم له فاعل، احفظ القاعده دي عندك، كل فعل في اللغه العربيه لازم له فاعل، فيكاد ده فعل ايه؟ فعل ماضي. فين الفاعل؟ مش موجود هنا، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو. يبقى اصل الجمله الواشي يكاد هو ان يقوض. طبعا ان يقوض ده خبر ايه؟ خبر كاد. يبقى هنا يا جماعه عايزك تطلع اسم الفعل الناسخ. طبعا اسم الفعل الناسخ هيكون ايه؟ هيكون ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو. عايزين بقى هنا خبر الفعل الناقص، عايزين الخبر بتاع ايه؟ بتاع الفعل الناقص. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. طبعا كاد موجوده اهي، والتاء دي ضمير مبني في محل رفع اسم كاد. فين خبرها بقى؟ قلنا يا جماعه خبرها بيكون جمله فعليه فعلها مضارع، طبعا تبقى كلمه ايه؟ كلمه تركن، لقد كدت تركن. قال الشاعر: ولو سئل الناس التراب لاوشكوا، اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا. طبعا اوشك بيجي معاها ان ومضارع، فطبعا نختار ايه؟ نختار ان يمل. فالاجابه الصح تبقى ان يمل. عسى الله ان يهدي، طبعا عسى برده معاها ان ومضارع، فنختار ايه؟ نختار ان يهدي. املا الفراغات، اخلوا لك السلام. طبعا كاد كرب يقل اقترانهم بان، اوشك وعسى يكثر اقترانهم بان، حرى واخلوا لقى يجب اقترانهم بان، فنختار طبعا ان يسود. فالاجابه الصح تبقى ان يسود. انشات قوى الظلام، طبعا انشأ ده فعل ايه يا عم الحاج؟ ده فعل من افعال الشروع. معنى بدأت قوى الظلام، طبعا نختار تتراجع. طب ليه ما اخترناش ان تتراجع؟ قلنا افعال الشروع مش بيجي معاها ان خالص. طفق المصريون، طبعا طفق برضه من افعال الشروع.
نفس الكلام يا جماعة، نختار ايه؟ نختار فعل مضارع، يبقى يأخذون. طب ليه ما اخترناش يأخذوا يا محمد؟ يأخذوا دي يا ابني انت حذفت النون ليه؟ النون بنحذفها يا جماعة في الأفعال يعني لو في قبلها حاجة نصبتها، حاجة جزمتها، هنا مفيش أي حاجة أصلا، فطبعا نختارها يأخذون عادي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. جملة تحتوي على فعل ناقص. أنشأت الدولة مدارس عديدة. لا هنا كلمة أنشأ معنى مش معناها بدأ، معناها establish بالإنجليزي. في establish اللي هو واحد يعني ينشئ الشيء، create يعني يا جماعة بيخلق حاجة أو يعني build بيبني حاجة. فهنا أنشأت الدولة بنت يعني مدارس، دي جملة عادية مش أنشأ بتاعتنا بتاعت الدرس ده اللي هي أنشأ اللي هي فعل ناقص اللي هي معناها بدأ. لا أنشأ المعلم أجيال عظيمة برضو معناها إن هو خلق أجيال عظيمة. طيب أنشأ المهندس قصر كبير برضو معناه إن هو بنى يعني قصر كبير، برضو مش معانا خالص. الإجابة الصح يا جماعة تبقى دال. أنشأ الأمن ينتشر معناها إيه؟ معناها بدأ الأمن ينتشر. فالإجابة الصح طبعا تبقى إيه؟ تبقى دال. وقلنا يا جماعة أنشأ بتكون معناها بدأ، وهتلاقي الخبر بتاعها جملة فعلية فعلها مضارع زي ما أنت شايف. ميز الصواب للكلمتين. عسى الساعين في الخير موفقون. طبعا عسى اسمها بيكون مرفوع يبقى عسى الساعون، ماشي. في حرف جر والخير اسم مجرور. طبعا يا جماعة عسى بيجي معاها أن، يبقى عسى الساعون في الخير أن إيه؟ أن يوفقوا. طيب فالإجابة الصح تبقى الساعون أن يوفقوا. هو عايز اختيار تاني، هو عايز في اختيارين صحيحين، ده الاختيار الأولاني. الاختيار التاني فين؟ هتبقى الساعون ويوفقون. طب ليه اخترنا دي؟ هقول لك ليه. الساعون طبعا عشان اسم عسى بيكون مرفوع فتبقى الساعون مش الساعين، تمام. وقلنا يا جماعة كاد وكربا يقل اقترانهم بأن. طب عسى وحرى كاد وكرب او شكا وعسى، او شكا وعسى قلنا يا جماعه بيكثر اقترانهم بان. طب يكثر دي معناها هل لازم يجي معاهم ان؟ لا يعني ممكن تقول عسى الساعون ان يوفقوا، وممكن تقول عسى الساعون يوفقون. فهمتوا يا جماعه؟ يعني ممكن مره تجيبها بان ومره تجيبها فعل مضارع عادي من غير ايه؟ من غير ان. عشان كده اخترنا الاختيارين دول. هدخل على جمله تانيه فعل من افعال الشروع، اللي هي فعل من افعال اللي معناها بدأ يعني فعل من افعال ايه؟ افعال الشروع. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الصناع يتنافسون في العمل، هتبقى ايه يا جماعه؟ هتبقى شرعة الصناع. طيب هنعمل ايه تاني؟ ولا اي حاجه. شرع الصناع يتنافسون في العمل، نفس الجمله. ايه ده نفس الجمله؟ اه مش هنحط ان ولا حاجه. لا يا ابني ما قلت لك افعال الشروع مش معاها ان خالص. ميز التغيير الذي يحدث في الجمله التاليه. اذا وضعت عسى مكان ليت، ايه الفرق بينهم الاول؟ ليت دي من اخوات ان، بتنصب اسمها ترفع خبرها. طيب لما نحط عسى هتبقى عسى الفائقون، طبعا عشان اسم عسى بيكون مرفوع عسى الفائقون. طيب عسى الفائقون ايه؟ مكرمون؟ لا ما ينفعش. قلنا يا جماعه افعال كاد واخواتها دي الخبر بتاعها لازم يكون جمله فعليه فعلها مضارع، يبقى نحول دي للفعل بتاعها، يبقى عسى الفائقون مالهم يا جماعه؟ عسى الفائقون يكرمون او حاجه تانية. عسى دي بيجي معاها ان صح؟ اه يبقى عسى الفائقون ان يكرموا. الاتنين صح؟ اه الاتنين صح. يبقى الإجابة الصح تبقى ب، والإجابة التانية هتبقى إيه يا عم الحاج؟ اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. الإجابة التانية هتبقى هي عسى فيكون يكرم. اختر الحكم الصحيح لاقتران خبر الناسخ بأن. قال تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. طبعا عسى وأوشك يا جماعة يكسر اقترانهم بأن، فنختار إيه؟ نختار يكسر. يكاد طبعا كاد وكربة يقل اقترانهم بأن. أو شكا طبعا يكسر اقترانها بأن. بس كده. أنشأ المصريون يطالبون بحقوقهم. أه دي أنشأ اللي بمعنى بدأ. أنشأ ده فعل ماضي والمصريون ده اسم أنشأ، ويطالبون تمام جملة فعلية فعلها مضارع أهي. يبقى يطالبون ده خبر إيه من حاجة؟ خبر أنشأ. تمام. إنما هنا أنشأ معناها بيلد بالإنجليزي، معناها استابلش بالإنجليزي. مع بيبني يعني. يبقى أنشأ المصريون صروحا، بنوا صروح عظيمة. هنا مصروع عربها فاعل عادي. عشان أنشأنا مش معناها إيه؟ مش معناها بدأ بس كده. فنختار طبعا اسم أنشأ وفاعل مرفوع بالواو. أخذ الاقتصاد الوطني ينتعش. طبعا دي أخذ اللي هي عندنا في الدرس اللي هي يا جماعة إيه؟ فعل ناقص. أخذ الاقتصاد ده اسم أخذ، وينتعش ده خبر إيه يا عم الحاج؟ ده خبر أخذ. تمام. إنما هنا أخذ الاقتصاد الوطني طريقة نحو الانتعاش، مش هينفع طبعا نعتبرها أخذ بتاعت الدرس بتاعنا، مش هنعتبرها من كده وأخواتها. إيه يا محمد ليه كده؟ اقول لك ليه. قلنا يا جماعه افعال الشروع وافعال كاد واخوات عموما يعني لازم الخبر بتاعكم جمله فعليه فعلها مضارع. هنا مفيش اصلا جمله فعليه فعلها مضارع، مفيش فعل مضارع خالص. فهمتوا؟ فالاولين ناقصه لكن الثانيه تامه. اختار دال.
فعل ناقص وفعل دائم. إن المصريين شاقون طريقهم نحو التقدم. عايز إيه يعمل؟ بيقول لك وضع فعل من أفعال المقاربة مكان إن. مقاربة يعني أوشك، تمام. يبقى أوشك الإيه؟ المصريون طبعا. ليه المصريون؟ عشان اسم أوشك بيكون مرفوع. طيب أوشك المصريون. عايزين بقى الخبر بتاعها يبقى جملة فعلية فعل مضارع، يبقى يشقون. طيب هل ممكن نعمل شكل تاني؟ اه ممكن نقول ان يشق، عشان كده ممكن تيجي ان وممكن تيجي من غير ان عادي. يبقى نختار طبعا الاجابتين دول، يبقى نختار ايه من حاجة؟ نختار ه ونختار ج. لعل فاكه، فاكه يعني فوكه، فاكه فيكه اللي هو الفم يعني، دي من الاسماء الخمسه. لعل فاكه ناطق بالحق، استبدلها بفعل من افعال الشروق. طيب نقول بدأ. طيب بدأ بيجي بعدها اسمها، واسمها بيكون مرفوع، يبقى بدأ فوكا. قلنا يا جماعة فاكا فوكا فيكا، لو مرفوع تبقى فوكا، هي من الأسماء الخمسة. فوكا معناها الفم بتاعك يعني. بدأ فوكا طبعا الخبر بتاعها بيكون جملة فعلية فعلها مضارع زي ما اتفقنا، يبقى بدأ فوكا ينطق بالحق. حد الجملة تعبر عن المعنى التالي: رجاء فهم أخيك السؤال. يعني عايزين فعل من أفعال الرجاء. كاد كرب أو شكا أفعال المقاربة، عسى حرى إخلى ولقى دي أفعال الرجاء. يبقى نختار طبعا عسى وحرى عشان دول أفعال إيه؟ أفعال الرجاء. وبكده نكون خلصنا حلقة إيه؟ وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وبإذن الله في الحلقة الجاية نكمل بقية التدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.